شو حاسة قبل ما تفوتي لجوا؟ شوية خوف، بس إن شاء الله يكون على خير. إنه الشباب والصبايا اللي عم بيطلعوا على المسرح هني جدعان، جدعان إن يواجهوا هيك إشي. مش هوين إنك توقف على منصة وتكون تحت الامتحان. أنا من ناحيتي كنت بكون فاشل على الآخر 100% بختم لكم، بس شباب الصبايا عم بساوي شغل بخوف. حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك زماني كله حبيبي قول الدنيا معايا والكل قلبي دقيته حس يا حبيبي قول الدنيا معايا والكل قلبي دقيته حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس. مبروك مبروك، انتقلتي معنا للمرحلة الثانية. طبعا بنظري يعني بعرفش الأصدقاء شو بيقولوا. ما فيش أنا لك للمرحلة الثالثة، أنا بس للثانية. طبعا مقبول، بتغني بحب بتغني بإحساس، بس يعني إذا صرت أنت عم بتمارس الغناء ما تنسيش إنه كتير بعد طريق طويل الواحد يعني ينضج فنيا. بس حضورك حلو وضحكتك حلو وأدائك جميل، النجاح نسرين. مبروك.